تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور القاهرة حاليا، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم حول مباحثات الرئيس مع غوتيريش. لإلقاء الضوء أكثر حول هذه الزيارة، زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة في هذا التوقيت، دعونا نستقبل هاتفيا الآن معكم سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. ألف تحية وصباح النور. يعني توقيت هذه الزيارة هل له دلالة معينة؟ لا، مهم جدا، لان الامين العام كان موجودا في تونس وهو على بعد قريب من مصر. اثنين، في موضوعات تفرض نفسها على الساحه الدوليه، بالذات موضوع امريكا وانحيازها غير المعتاد الى اسرائيل وحكايه الجولان وما الى ذلك. والامم المتحده قامت بموقف مشرف للغايه قلما تقدم عليه، لان عاده هي تتجنب الصدام مع الولايات المتحده. الأمم المتحدة أصدرت بيانا بأن الجولان هي أراضي سورية عربية محتلة ولا ينظر إليها إلا بهذا الشكل، ولا يمكن تغيير هذا الوضع القانوني أبدا. ومن هنا الحقيقة الأمين العام حضر القمة العربية، واللي برضو ظاهرة طيبة، ثم جاء مصر. مصر بحكم أنها أكبر دولة عربية، أن لها موقف كبير في عملية السلام، مصر هي التي بدأت عملية السلام، فلا يستطيع أحد أن يزايد علينا في انحيازنا للسلام والتنمية. مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة، نحن من الدول القليلة التي بدأت عضويتها مع ميلاد الأمم المتحدة. ومصر تعتز أن الأمين العام للأمم المتحدة يوم ما كان مصريا الدكتور بطرس غالي. وأظن أن الأجندة التي يمكن أن يتناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع غوتيريش والأمين العام للأمم المتحدة أجندة غنية وتتعلق بكل المسائل التي تعرض على الأمم المتحدة، لأن أظن الدول العربية لديها خيار، هو أن تلجأ لمجلس الأمن لكي ينقض الإعلان الأمريكي والإعلان الإسرائيلي، وحتى إذا فشل في ذلك نتيجة الفيتو الأمريكي فمن حقنا أن نلجأ إلى الجمعية العامة بمقتضى
الاتحاد من اجل السلام، وهنا تنتقل صلاحيات مجلس الامن الى الجمعيه العامه. وسبق ان الجمعيه العامه صوتت معنا باغلبيه ساحقه فيما يتعلق بقرار نقل السفاره الامريكيه الى القدس. الاجنده مطوله. ايضا نحن نعتز ان لدى صلات اقتصاديه قويه بمؤسسات الامم المتحده وفروعها الاقتصاديه، البنك والصندوق ومنظمه التجاره العالميه وكل هذه المؤسسات التي تعمل في النطاق الاقتصادي للامم المتحده. تعامل الامم المتحده مع مصر في الفتره الاخيره، خاصه وان مصر يعني تسعى دوما الى توطيد علاقاتها مع القاره الاوروبيه وكذلك العالم الدولي بشكل عام ورئاستها للاتحاد الافريقي، هل له طبيعه خاصه في الفتره الاخيره ام يعني من الممكن ان نتحدث في اي امور يعول عليها سواء كانت الامم المتحده او الكثير من الدول على مصر في هذا التوقيت تحديدا؟ لا، يعني هي مصر دوله محوريه، وكما قلنا انها مؤسسه لهذه المنظمه، منظمه الامم المتحده، وهي في قلب العالم العربي، وهي اكبر دوله واكبر جيوشه، هي اكبر دوله افريقيه، وهي بالمناسبه ايضا هي رئيسه الاتحاد الافريقي في السنه الحاليه. اذا هناك يعني مبررات كثيره واوراق اعتماد كثيره تجعل اي من يفكر في السلام في المنطقه سواء على المستوى الاقليمي او العالمي لابد ان يمر بمصر لكي يتزود بالرأي ووجهة النظر السليمة. ومصر دولة توازن لا علاقات، يعني أنا دايما أعتز كدبلوماسي أن القاهرة تستضيف أكبر عدد من السفارات في العالم. هذا يدل على أننا الآن في قمة التألق في العلاقات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو. إذن لو تحدثنا سيادة السفير أن كيف يمكن لمصر أن تستثمر يعني هذه الزيارة لجوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت، ليس فقط لصالح الوطن العربي أو العالم، ولكن أيضا لصالح مصر، يعني توطيد العلاقات المصرية مع الأمم المتحدة؟ بالتأكيد، وأنا يعني أريد أن ألقي الضوء على بعد ربما لا يلفت النظر، وأنك عندما استضفت 49 رئيس دولة في اجتماع شرم الشيخ، فإن هذا معناه دعاية أن 49 دولة نشرت صور رؤسائها ورؤساء حكومتها، وهذه دعاية مباشرة. القمة العربية الأوروبية. القمة العربية الأوروبية. سبق أن استضفنا القمة الأوروبية الإفريقية وحضرها 68 رئيس دولة في القاهرة. إذا كل هذه دعاية غير مباشرة أو مباشرة للأمان والسياحة في مصر. ثم كما تفضلت، طبعا علاقتنا بمؤسسات الأمم المتحدة علاقة قوية جدا، رأسنا الكثير من مؤسساتها، لدينا دبلوماسيين مصريين يرأسون كثير من أفرع الأمم المتحدة السياسية والاقتصادية، وبالتالي مصر دائما يلجأ إليها لأخذ المشورة والخبرة، وأيضا لأن لديها رصيد من الثروة البشرية الإنسانية التي يمكن أن يعتمد عليها في مختلف المناصب والوظائف في نظام الأمم المتحدة. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. على نفس هذا الأمر، دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن مشاهدينا الكرام سيادة سفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفير، تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا بيكي، اهلا بيكي. اختيار التوقيت الان لهذه الزياره من قبل الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش لمصر، يعني الدلالات والزوايا التي من المفترض ان نقراها معك الان سياده السفير، تفضل. الواقع طبعا زياره الامين العام تعتبر زياره هامه، خاصه وانها تاتي بعد مؤتمر القمه في تونس. الامين العام في الحقيقه أعرب في الفترة الأخيرة عن في تصريحات له عن مواقف هي تنسجم مع الشرعية الدولية ومع ميثاق الأمم المتحدة، مثل حديثه عن الجولان. إنما كمان الأمم المتحدة تشارك في هذه المرحلة في أكثر من ملف ساخن من ملفات المنطقة، يدخل في هذا سوريا، يدخل في هذا ليبيا، طبعاً بقية المشاكل. هناك مبعوث خاص للأمم المتحدة من قبل غوتيريش يتابع هذه الأمور. طيب، والأمر كذلك بالتأكيد عندما يزور مصر
ويجري هذه الاتصالات سوف لا يطلع فقط على يعني كافة التفاصيل المهمة التي تحوزها مصر بحكم موقعها وانغماسها في هذه الأمور مجتمعة، إنما أيضا يمكن أن نستشف من هذه اللقاءات في هذا التوقيت الذي تفضلت بالإشارة إليه أيضا معالم ما هو قادم. بمعنى آخر، إذا أخذنا على سبيل المثال ملف الجولان، هل مجلس الأمن أم الكمية العامة؟ طبعا الأمين العام في نهاية الأمر موظف دولي، إنما الأخذ هنا والحديث بالتأكيد مهم، لأن كل طرف بيتعرف على وجهة نظر الطرف الآخر في هذه المشاكل. موضوع المبعوث في ليبيا وكان محل تحية آخرها في القمة العربية، ثم التصريحات التي تلت ذلك والتي تبشر، ونتمنى أن يكون هذا حقيقة وخيرا، بقرب الوصول إلى تواصل بين الأطراف الليبية تمهد للمرحلة الانتقالية والانتخابات إلى آخره. خاصة أن هناك تعويل كبير على مصر يعني ودول الجوار الليبي في الوصول إلى حل سياسي عاجل ينقذ المنطقة بشكل أو بآخر من كل هذه التوترات التي تشهدها. بالتأكيد. بالنسبة لسوريا، طيب سوريا المفروض هذا الملف من المفترض ومن المرجو أن يبدأ في التحرك. مصر طبعا تحتفظ باتصالات رصينة، وهي محل قبول أحد مزايا الموقف المصري أن مصر بالتأكيد مقبولة من كافة الأطراف، يعني هناك ثقة في الموقف المصري وفي سعيه لحل المشاكل دون الانحراف بها إلى مصالح معينة بعيدة عن سياق المشاكل نفسها. الموضوع السوري أيضا يمكن أن يكون محل كبير للحديث عن استشفاف الآراء التي يمكن أن تحدث خلال المرحلة القادمة. موضوع اليمن، ومصر عضو في التحالف كما هو معروف، إنما هذا العضو أيضا في هذه الظروف مؤهل لأن يقوم بدور بحكم اتصالاته وبحكم ثقة الأطراف فيه. طبعا أنا عارف أنه المبعوث الأممي في اليمن تعرض لبعض الانتقادات من أطراف معينة هنا أو هناك، قد تكون في هذه اللقاءات أيضا فرصة للتعرف على مزيد من الدقائق والتفاصيل التي تساعد كافة الأطراف على وضع الأمور في مسارها الصحيح وفي قنواتها الصحيحة. الأمم المتحدة يعني حتى نضع الأمور في نصابها، النظام الدولي مؤسس على الأمم المتحدة وليس هناك كيل عنه، وأنا أعلم تماما الانتقادات التي توجه هنا أو هناك، إنما ليس هناك بديل في التنظيم الدولي الحالي عن الأمم المتحدة. في هذا السياق ينبغي القول مثلا أن قضية الاعتراف بالجولان المحتل على النحو الذي تم يمثل ضمن أبعاد المتعددة، ليس فقط عدوانا. وكما أشرت يعني في سياق حديثك سيادة سفير أن هناك تعويل بشكل كبير على مصر في جميع القضايا والأزمات العربية في المنطقة. سيادة سفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. على نفس هذا الأمر دعونا نستقبل هاتفيا الأستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية. أستاذ زكريا تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك سيدتي. إلى أي مدى هناك يعني اعتماد خاص وتعويل خاص على مصر من قبل الأمم المتحدة تمثلت في توقيت هذه الزيارة لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة؟ تفضل. يعني في البداية دعني أقول أن زيارة أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش لمصر ولقائه ب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرز أهمية مصر ويبرز عفوا توقيت يبرز أهمية زيارته لمصر ضمن منطقة ضمن جولات الشرق الأوسطية التي بدأت بتونس والآن بمصر وتختتم لاحقا بدولة الأردن. في الحقيقة هذه الزيارة الخاصة لدولتنا تبرز
مدى الاهتمام بمصر باعتبار ما لها من استقل استراتيجي وسياسي وديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط. فالجميع يعرف أن الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الدولية المؤسسة القانونية الدولية الوحيدة في العالم تعتمد كثيرا على مصر وعلى جهدها الدؤوبة والحثيثة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيارة كما ذكرت أنيسا لها دلالتها التي تتمثل وبامتياز في اختيار مصر، لأن الجميع يعرف أن مصر لها ثقل استراتيجي كبير ولها باع طويل في لعب دور الوساطة في تسويت العديد من النزاعات وجلب الاستقرار التحقيقي في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي السيد أنطونيو غوتيريش يعلم تماما ما لمصر من قدرات متميزة وجهود دؤوبة وحثيثة في تسويت كافة الملفات الخاصة بتلك المنطقة. ولعل أيضا تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي هي أبرز النقاط التي دفعت السيد أمين عام الأمم المتحدة إلى زيارة مصر في هذا التوقيت أيضا. فالجميع يعرف أن مصر قد تولت منذ الأول من فبراير شباط الماضي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي الآن مصر ليس لها فقط دور على المستوى العربي أو حتى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والإفريقي. كل هذه الأمور يعني جعلت نظرة المجتمع الدولي تتغير تجاه مصر نتيجة يعني سعيها الدؤوب في هذه الزيارات والتبادلات في العلاقات الخارجية، سواء كان مع القارة الأوروبية أو المجتمع الدولي ككل، وكذلك أيضا رئاستها للاتحاد الإفريقي واستعادة مرة أخرى الدور الريادي والقيادي لمصر في القارة السمراء. كل هذه الأمور جعلت ربما هناك تعويل بشكل أو بآخر أكبر لمصر في هذا التوقيت تحديدا لسعي الأمم المتحدة للمشاورة في القضايا الحثيثة في الوطن العربي. بدون شك، يعني دعيني أقول أن الأمم المتحدة تدرك تماما أن مدخلها الرئيسي بل والأوحد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم ولن يتم إلا من خلال المشاورات والتنسيق والتعاون مع الجانب المصري. فالجميع يعرف أن القيادة المصرية نجحت مؤخرا في استعادة دورها القاري والعربي والإقليمي، وبالتالي أثبتت الدورة مؤثرة للغاية في لعب بجهود الوساطة التسويت أيا من ملفات تلك المنطقة الملتهبة. الجميع يعرف أن على سبيل المثال الحصر الملف الليبي، الملف السوري، الملف العراقي، الملف اليمني، أيضا ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى بعض الملفات يعني على صعيد القارة الإفريقية، وكما ذكرت أنيسة في مقدمتي القضية الليبية، فضلا عن العديد من الملفات الإفريقية الأخرى. إذن الأمم المتحدة بشكل عام وأمينها العام بشكل خاص السيد أنطونيو غوتيريش يدرك تماما أن القارة السياسية المصرية باتت الآن هي المحور الأساسي والاستراتيجي في حل أي من قضايا تلك المنطقة وتسويت ملفاتها. والجميع يعرف أيضا أن الأمم المتحدة أيضا لا تنظر إلى الملفات الخاصة ببعض دول تلك المنطقة، ولكن أيضا إلى الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى مقدمتها أيضا مكافحة الإرهاب ومكافحة موجات الهجرة الشرعية أو تدفقات موجات الهجرة الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله، وهو ما يؤرق بالفعل الأوساط الأوروبية والأمريكا الأوروبية، وهذا ما يعد أيضا مدرجا وامتياز على جدول زيارة ومناقشات أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش مع الرئيس السيسي، على اعتبار أن هاتين القضيتين بليغة الأهمية. فالجميع يعرف أن مكافحة الإرهاب هي قضية دولية، ولا أدل على صحة كلامي أو طرحي في هذا الشأن من زيارة السيد أنطونيو غوتيريش أمس إلى لقائه بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وأولا إعرابيا عن تضامنه مع المسلمين لما حدث مؤخرا من الهجوم الإرهابي الذي نفذه أحد مؤيدي تفوق العرق الأبيض
دولة نيوزيلندا، وما هو ما أسفر أو ما خلف عن 50 قتيلا هناك. وبالتالي أعرب الرجل إبان تلك الزيارة أو إبان ذلك اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر عن تضامنه مع المسلمين، وأيضا تأكيده على نبذ كافة أشكال العنف والكراهية، وأيضا كافة ظاهرة تفضيل ظاهرة الإسلاموفوبيا. إذا دعيني أقول أن من نجح بالفعل في بناء جسور تعاون حقيقية بين الغرب والشرق بملء تام وبعيد عن كافة ألوان التعصب سواء العرقية أو الطائفية أو مشابه ذلك، هو الرئيس الذي نجح بالفعل في ترسيخ مبدأ المواطنة ليس فقط على المستوى المحلي داخل جمهورية مصر العربية، وإنما أيضا على المستوى الإقليمي والدولي أيضا الإقليمي والعربي والدولي. وهذا بالفعل ما شد به القاصي والدائم. خبير العلاقات الدولية الأستاذ زكريا عثمان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لحضراتكم من جديد لاستكمال هذه التغطية الإخبارية، ابقوا دائما معنا.